بالنسبة للبيحان كامل كل ما تبقى من شبوه تم تحريره، وجزء من محافظة البيضاء اللي الساحة والجزء إلى عقبة الجندة نعمان، وإن شاء الله العمل سيستمر بإذن الله عز وجل، ونواصل المسير إلى أن نطهر كل أرض اليمن من تلك الميليشيات الإنقلابية، ونقول الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين.